وللحديث أكثر حول تحركات الأسواق العالمية تنضم إلينا نادية البلاسي، محللة الأسواق في إكويتي جروب. أسعد الله صباحك نادية. يعني عم نتابع نتائج أعمال الشركات التكنولوجية في الاقتصاد الأمريكي، ولاحظنا بأن معظم الشركات في S&P لاحظنا بأنها جاءت بأعلى من التوقعات في نتائجها. برأيك في ظل هذه المعطيات والمخاوف من الاقتصاد العالمي، كيف من المتوقع يعني أن تكون ردة الفعل أيضا بالنسبة للأسواق؟ عم نلاحظ ردة الفعل بالأزمة القطاع المصرفي أكثر تأثرا بنتائج الأعمال اللي عم نشهدها من القطاع التكنولوجي في الولايات المتحدة. صباح الخير سالي. صحيح، نتائج الأرباح كانت بالفعل إيجابية للقطاع المصرفي والقطاع التكنولوجي. يعني أمس مايكروسوفت قفز السهم 7%، يعني من تفاؤل Artificial Intelligence الذين يطلقونه شركات التكنولوجيا الآن، وأيضا بسبب هذه القفزة فقفز أيضا بعض الشركات مثل أمازون وجوجل بيرنت ألفابت أيضا 2% وأكثر من ذلك. فكان يوم جيد للأسواق العالمية خصوصا لقطاع التكنولوجيا والناسداك. ننتظر الآن بيانات مهمة من الولايات المتحدة أيضا التي ستحرك السوق نوعا ما، مثل الناتج المحلي الإجمالي، وأيضا يعني نتوقع المزيد من البيانات التي ستحرك هذه يعني الأسواق المالية اليوم. نعم نادية، يعني كمان احنا عم نتابع التحركات اليوم، النتائج الإيجابية من القطاع المصرفي في منطقة اليورو أيضا اليوم بالنسبة لنتائج أعمال دوتش بنك. برأيك اليوم إلى أي مدى القطاع المصرفي في أوروبا قادر على الصمود في ظل هذه التحديات اللي عم نشهدها والمخاوف أيضا من الأزمة المالية في القطاع المصرفي؟ نعم، شاهدنا أن في أوروبا الآن يعني في نوعا ما إيجابية في الأسواق، خصوصا بعد مدير مشتريات السيرفيسز PMI الذي جاء أفضل من التوقعات، يعني أكثر من 50، وذلك دعم السنتمنت في الأسواق الأوروبية. ولكن مع First Republic Bank الأزمة التي شهدها 2 days ago، يعني من انخفاض الودائع بنسبة كبيرة، ذلك أدى طبعا على يعني التباين في السنتمنت في الأسواق. يعني الآن نشهد المحورين، هل يعني الريسيشن فيز أو التباطؤ بشكل عام هو الذي سيحرك الأسواق لهذا الأسبوع، أم النتائج الإيجابية التي نشهدها من القطاع المصرفي والقطاع التكنولوجي هل هي التي ستقود يعني السنتمنت towards الأسبوع الحالي؟ نعم نادية، أيضا لاحظنا الضغوطات التي شهدتها أسعار النفط في جلسة تداولات يوم أمس والجلسات السابقة، ولربما أعادت الأسعار إلى المستويات ما قبل قرار الخفض الإنتاج الطوعي بالنسبة لأوبيك بلس. برأيك اليوم مع الشهر المقبل، مع بدء تطبيق هذا الخفض، كيف ستكون توجهات أسعار النفط؟ بالفعل ساري، يعني محت أسعار النفط كل المكاسب التي تسببت فيها بخفض إنتاج أوبيك بلس الذي نعم سيبدأون من الشهر الجاري. ولكن يعني الآن النفط في تحت ضغط، خصوصا مع مخاوف الركود الاقتصادي المجددة والتي تقود الأسواق بشكل عام الآن. فننتظر يعني سعر البرميل الآن لبرنت تحت 80 دولار، وممكن أن يكمل في هذه الحالة لحد بداية الشهر المقبل، ممكن أن يبدأ في الصمود أو الصعود أيضا بشكل عام إلى 85 دولار، ولكنه سيحوم في هذه النطاق وهذا النطاق الضيق للشهر الجاري. نعم نادية البلاسي، محللة الأسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا على وجودك معنا.